قناة الدراما المغربية. كلمات وأوزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصاحب رقعة في قميصك، فانظر بما ترقعه. وقدم لحية الكلبي على أمير المؤمنين علي عليه السلام، فما زال يذكر معاوية ويطريه في مجلسه. فقال علي: مرحبا بسيد الحاج، الدار بقات خاويه بلا بيك. اليومين الله يحفظ داز بحال العامين. هذا شحال هذه وانا مسافر؟ وهذيك سيد الحاج الفلات ولا باقي؟ كلشي 4 ايام درك. المهم كلشي على ما يرام. الحمد لله، البركه فيك نعمت. كلشي بخير عمد راه. الغرض علاش مشيتي تقرا؟ جاينا شي بقر؟ موجود، بقر موجود، ولكن الثمن طالع. كاين الغلاء هذا العام ابو جمعه. اها. ولكن جبت شي حاجه من المعرين. المعري؟ هو سيد الحاج هالمعري اللي داروا مزيان؟ على غير مزيان وسكتي، راه فيه الخير كامل. بارك الله، بارك الله سيد الحاج. على السلامة سيد الحاج. الله يسلمك. سيد الحاج اللي مشيتي ولا الحاجة مسكينة مهولة عليك، كانت مسكينة ما تاكل ما تضو، والو. كنت كنعيطكم النهار في التليفون عارف. غير في الدار البيضاء. ايوا راه غير تولت عليك. كنت غنجي حتى للغدا، ولكن ملي ساليت شغلي قلت ندخل في حالي اليوم. فيها خير. خديجه، خديجه. ايوا سيد الحاج نخليكم. السلام عليكم واسع. بجمعه. نعم سيدي. وجد الكوري، راهم 10 ديال البقرات غادي يوصلوا. 10 ديال البقرات؟ تبارك الله، خير. السلام سيدي الحاج، كون هاني. للحاجه الرحمه، هالباليزه. السلام عليكم. الله يسلمك، الله يرضى عليك أبنتي. فاطمة، الحاج بلي بحالي جا مقلق، ما عرفت مالو. وانتي باش عرفتي مقلق؟ المسيرة كدموت، شكون هو اللي مقلق؟ ضروري خاصك تعرف؟ وما انا سمعت جاب لي الله بحال سمعت مقلق ما مقلق. هاد باك خاصو يسمع ويشوف يفهم. ورا ما وقع والو السي بوجمعة. وهادشي اللي بغينا تاهو. الله يبعد علينا القلق. هاك با هاك. امين. هاك وصلت شي ماكل الموت. كاين شي قيمات؟ كاينين البصل. عندك ما يكون لهم. كاينين. هاك با. بسلامة عليكم. سلامة با. باز لكم يا اختي مستحملين هاد باك. با مزيان؟ انت اللي ما نعرف مالك معاه. اش غيكون عندي معاه؟ Thank you.
ساعي اساعي وتا وقت الرقواد هذا نوض وليد نوض نوض خدم نوض سير الكوري اللي هي الطرف هذي تنوض وراه هي تراني نضل واقف انا ود بهاي مبغا يجيو واش من بهاي ثاني عشر بقرات جايين في راك كوري الطرفاني نكسيها وجد نوض ساعي ايه اكما مريضه واللي قيل في التمارة غيبقى صحيح ايوا بشوية بشوية اه وحده وحده ونكوس هذاك الكوري الطرفاني اللي مليه ها وجد فرش البقر اه بشوية عليك على سي بوجما اش كدير انا جاي نهضر معاك ما شتيش الحاج راه جا سير لا ما شتوش بغيت نهضر معاك سي بوجما قول اش باغي تقول لا انا لا قول بلاش احسن امشي شوف الحاج شدي شد ولا عبقى يتم تقلق الله يعفو علينا من الزلط نسكن عاد عباد الله اش من نهار ثاني نولي بخيري وخميري وندير داري بحال عباد الله ما يكوماندي في حد ما نكوماندي في حد قاتي قري قاتي قري يا البنت كيش ما يتحنجر ايوا هاني اللي قسم الله راني دايره رويزات هاني راده ايوا طلقي راسك الحاج راجع ربي دخلت عليك بالله سيد الحاجه على سلامتو على سلامتو لالا انا سيد الحجره طلعت ليا هنا شحال من عام هادي وانا وياك عمرك ما عيطت عليا السي بوجمع دايراني بحال بهيمه يا ويلي يا ويلي يا ويلي هانا سيدي هانا راجلي العزيز سي بوجمع اش بغيتي ومن الصباح حتى الليل قول بالاساس الفرج قبيلتي فين وفين تلات بيا الايام وليت خماس عند ولد بوغلاله اللي جدودو كانوا تراسه عند جدي انا جدي بالعباس ما خليه يصلح الله يرحمه في النهار يا الله يرحمه اللي يطيح لي فودا الله يرحمه خليني نجيب لك ما تاكل الله يرحمه ودي يا ودي هاد الرجال قاع الله يهديهم وصافي شتي دروك ابوك هنا راه راجل وقطع الكلام عايف شي عند الحاج موسى المسخ يولي بحال الفليليس وانت شنو بغيتي دير كيجرى على رزقو ايوا جبتي لي الغدا انا نديه لا خليني هذا انا نديه انا سيري تدي لي الغدا لخوك وطرقي معاك عفا بنتي خديجه وقولي لي هذاك الشيء اللي واخ الله يرضي عليك وهان انا سي بوجمع اويلي على راجلي العزيز الحاج شفتك بحال مقلق ودي كنشوف يدي بوحدي ما كاينش اللي يعاونك ولا اللي يهز معاك الحمل ايوا راه حتى بو عزه كيجري بوحدو على بو عزه عنده الحمل اللي عندي انا ما قلتلكش الحاج عيطت لي يا عزه شكون هذه عزه ويلي الحاج مت المختار صافي ما باقيش تزودي ليها في الموضوع
ولدك راه في الحبس. شمن ولد؟ انا عندي شي ولد ياك نسيه لاله اللي جبتيه النهار الاول، كانت عنده 9 سنين، قريته وربيته ورديته ولدي، ملي دار 17 عام جات امه هرب هو وياها. مالو؟ اش باغي؟ القرايه قريناه، الصنعه علمناها له، درنا له السوائل الاضافيه، اش بها؟ بغى الحبس ولا شفار؟ شبه الباه؟ واش انا غندوز عمري تربي ولاد الناس؟ خديجة، خديجة، اش كاين؟ وصلنا لكم امي وقالت تعطي الفيريال. مصيبة، با باغي امي باغية وبزاف عليا هادشي. كلهم يحسن سير سير قولها معداش اجي لهنا. شدي ياك دي لازافين. صباح الخير. أمي خديجة راه تقلقات، قالت كلشي راه بزاف عليها. بزاف عليها؟ مال عايب اللي عاونتنا. دروك هادي حالة، هادي الربيع لاوي، مطيشة على البصلة والبطاطا، كي غنديرو ليها؟ لا زيت لا ملحة لا بزار لا حميرة، كي غنديرو؟ واش هي مسكينة؟ راه با كيمشي وياخد من عندها ومجيد يمشي ياخد من عندها، وسعيد كيخدم غير على راسو يعاونها بزز. مال سعيد عاوتاني؟ جاب ديني شحال تنصور كاع؟ 50 ولا 60 درهم، اش غادا تقضي ليا؟ حنا ما داويين عليك، داويين على خديجة. مالها؟ صيفطت ليا 2000 ريال جوج سيمانات هادي، وصيفطتها ليا بزز. ياك الحاج يعطيها 6000 في السيمانة، عيب لا عاونتنا. وانتوما 6000 ريال طامعين فيها؟ دابا كون تزوجات خديجة كون بتنا بلا عشا. فكرتيني حكا امي، هذاك احمد هاد الايام هادي راه كاع مسطعني، قال لك باغي يهضر مع با ما يهضر معاه، شي هضره ما هضره معاه. المهم واقيلا راه باغي خديجة. ترك هبيل، هذاك راه ما مجوج ما خاطر. واش تا واحد مربي عند الحاج موسى هاو غادي يرضى بينا حنا ما نكسبو تاع شليله؟ اللي تنتي يا امي الله يهد، كاين شي كاين شي عشاء؟ ايوا هاني سيره كنحنجر فيه. قولني قولوني انا كي غندير لكم انا لهاد العشاء، كي غندير لكم لي؟ كنتلف الهضره وكنت راجع، ولكن ما تخافيش غدا نهضر معاه. تبقى تراجع والله يهنيك. اجي لهنا مالكي. صافي ما بقى ديما نقول لك الله يعاونك. غادي يجي خديجه. شوفي احمد، قولي لي يسخن الطوموبيل. وفين غادي خارج في هاد الليل؟ وعلاش هاد السؤال؟ وعلى الاقل سيد الحاج تعشى معنا الليله. لا غير تعشى، عندي شي شغل مهم مع ولد الفايق. بغيت نقول لك الحاج. صافي الحاج بارك نلقاو السؤال والبحث.
تبارك الله على سيد الحاج، نهار كبير هذا والله ما تسالي حلوف الا بقات بلاصه قداش بيناتنا. قول له نهار السبت بقينا غير بوحدنا. راني هذا اللي محتفل برجوعك هاد الليله. انا ملي كنت في الخارج ضربي ضاره في المغرب. عذاب الحاج موسى اش كاين تما النوز ما في هذيك نعيمه راه جاب لها الله رزقها ترى كانت هي شيخه ما عرفت مع الشيخ كتغني شافها بشعيبه سيدي كان هو كيشتمات لي المراه ما كان ولد مع لا ولد لا بنت هو كان شويه شيطي قصيري ايه وشافها سيدي شي قصاره سيدي وتغرم فيها وتزوج بها كان سيد لاباس عليه كان عنده مال كثير شلا مال ما تخلى ليها كل شيء جا عند هذاك بو عزه بدا كيدور بها راه ما يسوى ما يصلح وراسو راه عامر حتى حراميات واخا انا خدام معاه انا راه نقول الحق في با وهي راه ما ساهله شهر واعره
راه ما ساهله لا البوعزال لا 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 نعرفها نعرفها انا شان نعرفها وهي الله اعلم وين راجلها كان الله يعمرها دار كان عضو كيشتي في هذاك الشيء تاع كان تا هو في اسمه تاع ام اللي كاين والترى معروف هو راه النعيمي شعيب النعيمي حتى اللي كان عنده التاكسيات والكريمات راه كان عضو في الجامعه مع زريوين راه كانوا في جامعه وحده زريوين حتى زريوين والرئيس حتى اللي كان شاد الكرسي وما بقاش بغى يطلقو كان لصق فيه لصق ولف كان كيدخل البنكة وكيخرج الفلوس كيعمر الشكارة هو بدا يدور بالقلب مول ألف مول ألفين مول تلت ألاف مول ربع ألاف داك الشيء كان عنده على حسب الميل في البلاصة يد اللي عرف داك الآخر هذاك اللي هذاك اللي راسه بوقل راسه كبير منفوف شوية كان صاحب زريوي وأنت هذاك أسيدي راه كان كيشري الشراب نتاع العيالات وعيط على المرأة ويعطيها فردة تاع الشربين ويقارطي فردة عنده تمشي هي تاخذ تما بالانتخابات وتجيب لي الاوراق تاع الناس الاخرين عاد يعطيها الفردة الاخرى شو هالكفرة بالله شتي بحال هاد الناس هادو واش شتي بحال هاد الناس هادو وراهم اسيدي اللي كيوصلوا للبرلمان والرئاسة شتي شو شفتي دعوي البلا كنتي معايا كون قصرتي ومشطتي وتعشيتي شفتي هادو بعدا ورا يلاه بداو القصار وكملنا نعسك ولدي اش كتفكر امجد اش كتفكر كنفكر في الشانس ضاع لي واحد الكوارتي و كنت خذ التزويت كنت غنبرع خويا الله وليدي هذاك النهار ديال الربح عمرك ولا حلمتي به كيف هذا ما حد كتاب هذاك الحرام ديال التيرسي شي تيخلع علاش اخويا هاد الناس اللي كيضلوا كيربحوا مالهم داروا لاباس غير بلاتي وقف معايا الزهر شي نهار وربح لك شي ربحه وتشوف شوفني مزيان اش غندير راك عارف كاش كدير اش كندير كتسرق كنسرق يا شنو بغيتي تكذبني ولا شفتك بعيني شوف يا مجيد راك كتعرف الحاج موسى حاجته عزيزه عليه والله ومشى تحصلك يا وليدي والله ما كاين غير الجدرميه بالله ناس ناس ناشي وانا شو وكبنيتي الليلة شتو تعطل وما يكون هذاك المسيطي فيها وتاني الداه كل ليلة جي مدرقلها واحد هذا
هذا ها هو ميو هو ده عمره طويل هذا اوه لقيتو فين الربع هاد بدينا نجيب انا ايش لكم الشوا فهم فين صوب ايش ايش مال عزيزة عليا باش ان شاء الله والله لا مقطوع عليا من القلب واني ما كنت هلا في راسك ما تمشطي ما الواحد يقول لي تهلا في راسه شويه واي هاك ياك هاو حلال فينا شري بيا شي وميج ولا حاجه راك عزيزة عليا ونبغي نشوفك بحال الورده ما ان شاء الله والله يلا نوضي يا جاد انا جاد يا جاد نجد ونجد نعم هاك المجد هاك هو حلال فاق ديالك هذا حر مالك ديالي با ما تعطي منه تلوح لبا والله ما اعطي شوي عندك تعطي شوي والله ما اعطي المجد يلا شعلي في خرات وشانشطي الناس شي وفيق اخوتك تعالجوا شوي هذا واحد اي اي هذا اه سعيد فاسعد سعيد فاسعد هذا وليدي فيقه مجيب هذا واحد الله يا ودي سي بوعسى على نتوما رخاص عندنا ما حالكم هذا اشو عندي وقت ما بغيتو الله بي خليك لنا نعيم وتبارك الله عليك السهره عندك الليله كانت ممتعه ما عندي ما يتسال ايوا عاودوا لي هاد المجيه انت وسيد الحاج ان شاء الله ياك بارك الله فيك بارك الله انك تسع الله يهنيك صباح على خير سلام سيد الحاج سلام سيد الحاج الله يعاونكم تبارك الله يا سيد الحاج يا واد تمتعتي ليا مع راسك سي احمد بل عيان لا با الحاج رجعني شويه نعس مصطفى نعم السي بوعزه ياك ما نوقف لا هو فين بغيت نوقف؟ لا سير انا بغيت نقول لك عندك تمشي تسول كميله مرتي تقول لك فين كنا وتقول لها راه كنا عند نعيمه السي بوعزه واش انا دري؟ انا كنعرف اش كندير انا كنديك الخدمه وكنديك الاجتماعات ديالك ايوا شي حاجه اخرى راه ما كايناش ما عندي ما يتسالك راه عرفتيهم ما تيتحملوش راه تمشي تبلصها ولا تقول شي كلمه هكا ولا هكا نولي انا وياها في شد اللي ينطلق لك شي السي بوعزه من جيتي انا غير تهنى لا والله يرضى عليك يلا سيدي سير طلقنا هالحاج واش نتكلم ولا بلاش بلاش ماشي عيب عليك صغير كل ليله راني كنت مشغول هالحاجه فاش ياك الخير موجود اش خاصنا خاصنا الخير كله كيفاش الخير كله عرفتك اشنو كتقصد الاولاد ياك سمع الحاج انا ما عطانيش الله ولكن ما عمرني سولت شكون فينا اللي ما كيولدش حتى انا عمرني ما طرحت على راسي هذا السؤال انا تزوجت بك حيت بغيتك ومازال كنقول لك عمر الاولاد ما كيجمعوا بين الرجل والمراه حاجه
انا تزوجت بك حيت بغيتك ومازال كنقول لك راه ماشي الولاد اللي كيجمعوا الرجل بالمراه. ومالك مقلق؟ باش عرفتي؟ ما نعرف. الا ما عرفتيش نوضي تنعسي وخلي الناس باش غفتو المناقشه. صباح الخير. كنت سعفني حمد ولدي كنت زوجته بنجات. جوجي اش كتسني؟ كون بغى ليا ما غنتسناش. بغيت نعرف علاش بغات توصلي وانت عارفه بلي حمد كيبغيني. كيبغيك. بغيت نسولك علاش كتكرهيني؟ ما تنكرهكش. ما درتيليش علاش غادي نكرهك؟ حيت ملي جيت للدار وانا حاسه بحال اللي مضايقه عليك. وعلاش غتضايقيني؟ انت خدامه وانا خدامه والحاجه اللي جا معانا. وعلاش بدات باغا تزوجي حمد النجات؟ نجات دريويشه وانا قبيحه. تي مجهده على حمد. كيف زعما مجهده؟ اش كندير؟ كتشوفي بعيد، عينيك كبيره. هو دريويش على قد الحال وزيد ما يصلحلكش وما تصلحيش ليه. خلي عليك في اتساع. شتي انت هاد الهضره مازال غتندمي عليها واحد النهار. احمد. نعم سي الحاج. اجي. الله يرضيك احمد. لا تمشي لدار الدبغ. شوف اش كاين، اش كيروج. مابقاش مرخي. شوف داك مصطفى دارنا النقابه ولا كيخلق لنا المشاكل. على يد هذاك بو عزه بحت سول كل راجل. واخا سي الحاج هو الاول. فلق راسك. خديجه نوضي مني تيصوبي لي هذاك البيت. واخا مرابح. الله يرضى عليك. فاطمه اش ظهر لك الا جوجت الحاج؟ الحاجه ياك لاباس راك ما صبحتي مريضه. لاباس عليا وبعقلي وفكرت مزيان وخممت وعارفه اش كنقول. وما زوجتي حتى فاش كان صغير بعدا. ودابا مالو؟ اللهم يتزوج على يدي ولا يجيب ليا شي وحده نولي معاها في المشاكل. بيني وبينك غادي نعطي خديجة. شكون؟ خديجة؟ خديجة بنت بوجمع الخماس؟ ومالك ترفعتي؟ اش وقع؟ لا الحاجة بوجمع ماشي حاجة وشان باش يتناسب معاه الحاج. تا واحد ما هو حاجة وشان، كلنا بحال بحال، وخديجة عزيزة عليا وبعقلها. واش الحاج قالها لك؟ قالك باغي يتزوج تشاور معاك؟ انا عارفه باغي يتزوج وباغي الولاد وغادي ياخذ غير خديجه بنت بوجمعه. وانت تعرفي الحاجه ما عندي ما نقولك. شوفوا خوتي العمال، خوتي الصناعيه الحريفيه، راه ضروري نديروا النقابه حيت كتدافع علينا على الحقوق ديالنا. خوتي العمال الا درنا نقابه وجعدنا موسى ولا ابو عزه ولا هذيك نعيمه وقالت لك مثلا غير هز الكرسي مثلا غير حطه هنا
عندك الحق توقف الخدمة وتمشي عند القيد وتعلمهم. ايه كاينة. باش ممالين الفلوس يحترمونا احنا الناس اللي ما عندنا فلوس. اسي مصطفى بلاتي انت ماشي سوقك، هادشي علاش خصنا نديروا النقابة. وا مصطفى انت اش تقول؟ انت لو وقفنا الخدامة راه غدا كلشي تلقى منشور في الزنقة. انت بعدا مالك اش دخلك لهادشي؟ انا كنهضر مع خوتي الحريفية، خوتي الصناعية، وانت اش دخلك لهادشي؟ انا كنهضر بسميت الحاج موسى اللي عنده النص ديالو هنا. وانت اش بينك وبين الحاج موسى؟ ياك انت عاشيفور. ما غاديش نهضر معاك بالحق. كنصحك نصيحة وحدة، بدل البلاصة من هنا. راك داير بحالك بحال داك اللي خدمك، واسمع ليا وغادي نشوفوا اللي غادي يبدلها. وهادشي علاش خاصنا نديروا النقابة على قران بحال هادو. زيدي لحق المال خيبتكم ودوزي عند فاطمه قول لها تصيفط لي الغداء. انت شحال الساعه؟ شحال الساعه؟ راه بقاو عا جوج دقائق. سيري واخ شوفي قولي لاختك تصيفط لي هذيك الامانه. واخا وطلقي راسك. هانا با فاطمة. مالكي ساكتة من الصباح؟ ما قلتي حتى كلمة. ياك ما باقا مقلقة من البارح؟ ما مقلقة والو، حيت ملي خرجتي من عند الحاجة وانتي ماشية على برجك. حاجة بعض المرات كتجيب شي أفكار مع تمي كيطيحوا عليها. حالاش؟ مالو هاد بوج مع ديما زربان؟ قلت لك عطيه ديك الامانه ديالي بزاف. باكون نهار خاصو فلوس منين جاوني انا كنولدهم. وانا مالي انا راك كتعرفي كي داير. نجات فين غبرتي؟ صيفطني با ندي الغدا. ياك الغدا كيوصل ليه ديما. المهم كلمي لي باك بغيت نهضر معاه. واخا ما الحاج تبنتي. واخا خديجه تي سربيني بوجمعه. عرفتي على صيفط ليك؟ لا لا الحاج، بغيت نتشاور معاك في شي موضوع. ولا الحاج داكشي اللي عرفني الله، انا ما نضرك منك حتى حاجه. بغيت نجوج الحاج، اش ظهر ليك؟ ياك لاباس، ما كاين باس. ثلاث شهور وانا كنفكر في هاد القضيه. سولت فاطمه ظاهره ما عاجبهاش الحال، وانت اش ظهر ليك؟ ولا الحاج انت فيك الخير والبركه. لا انت مالك كبرتي وانت باقا الحمد لله صغيره وبارك الله. ويلي لا لا الحاج الله يجيك. باقي ما فهمتينيش، انا بغيت نجوج الحاج على الاولاد. وانت واش بغا بشي ولاد؟ انا الحاج راه ولادي عايضور نجيبهم ليه كاملين. انا نكتبهم ليه بالعدول والله، نعرفهم ونجيبهم لي. راه سعيد راه مجيد راه نعطيه كلشي والله. وعندك يسمع عاودي راه بالصحي واللي جايبنا هنا شي جلست واللي مهجانه لحلالتي والله. لا الحاج راه شحال من واحد جا تضحك معاه المراه ودايره بالصح. سيرين عليه الشيطان وخصي الحاج مسكين راه راضي بقسمه الله راه ما باقي لا ولاد ما يسول لا فلاد ولا صغيره والله. سيرين عليه الشيطان وخصي وراه بعدتي اللي مشطول يا الحاج. ابو جماعه بلي تعرف هاد البنت شكون هي اللي غتولي ضرتي غادي يعجبك الحال. كيفاش؟